التوجه للطبيب في مثل هذه الأمور شيء مهم. في كلمة عايز أقولها يعني بتخوف الناس وبتخوف الأطباء الحقيقة كمان، وهي إن إحنا في حالات الشرايين الطرفية مهمتنا إن إحنا نمنع شبح البتر، لأنه طبعاً هو بتبقى نهاية القصة، وأحياناً بتبقاش نهاية القصة، أحياناً بتبقى بنعمل بتر وبنعمل توسيع للشرايين علشان الجزء الباقي من الساق يعيش. وحتى الناس اللي عملوا بتر أرجو إن الكلمة دي الناس تتعيها كويس، الناس حتى الناس اللي عملوا بتر مش معنى إن دي نهاية القصة، لا، مازال لازم يحافظ على نظام أكله، مازال لازم يتعاقب على التدخين، إن الجزء الباقي من الساق في منتهى الأهمية هو اللي باقي له، ممكن يتعرض لأذى، حتى هذا الجزء من الساق ممكن يتعرض لأذى، لابد من اتباع تعليمات الطبيب تماما، ولازم يكون المريض هو أحرص الناس على نفسه، وأحرص من الطبيب على نفسه، باتباع التعليمات في الأكل في الشرب. طبعا الرياضة للأسف بتبقى محدودة في مثل هذه الحالات، إلا إن في أنواع من الرياضة ممكن يمارسها مثل هؤلاء المرضى. وفي النهاية بنقول إن مريض التصلب الشرايين أو انسداد الشرايين لابد أن يعي نفسه قبل ما يصاب بمثل هذه الانسدادات، ولابد أن يعي نفسه إذا أصيب بها وتعرض أو خضع لتركيب دعامات أو توسيع بالبالونة. وفي الآخر ده لصالح العام، لصالح المجتمع، لصالح الناس كلها، اللي احنا عايزين مجتمع سليم، مش عايزين مجتمع مشوه.